مستمرين معكم مشاهدينا بفقراتنا الصباحية من هاي المحافظة الرائعة، ولا رشا رح نحكي عن دور المغتربين السوريين. طبعا أبناء سوريا المغتربين رغم سنوات الاغتراب بتبقى قلوبهم معلقة بالوطن الأم، رغم اغترابهم دسعوا لدعم مشاريع بتخص المواطنين وهم خارج وطنهم التي تعاموا وطنهم. رح نحكي عن دور المغتربين السوريين في دعم الاقتصاد الوطني، وضيفنا لليوم المغترب السوري السيد خليل عيدي وهو مغترب سوري. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذ، اهلا وسهلا فيك. يعني وقت منقول المغترب السوري عم نحكي اليوم عن عاطفة، عن مشاعر للبلد الام، بغض النظر عن ظروف البلد، عن الشيء اللي مرقنا فيه، ولكن وانتم خارج المغترب اكيد كانت مشاعركم هون، كانت قلوبكم هون، كنتوا عم تحاولوا تعملوا اي شيء وانتم من بعيد لحتى تقدروا تشاركوا اهاليكم ضمن الوطن. وقت منقول اغتراب عم نحكي عن سنوات كثير كبيره من الاغتراب. بدايه خبرنا وين كنت حضرتك، شو كان مجال عملك؟ بدايه نحن طبعا نحن من سوريين ومن اصل سوري، بس انا شخصيا خلقت بلبنان. كان والدي بلبنان كان يشتغل بالبناء. نعم. وكلتنا بنعرف يعني ظروف الحرب ال 67، وكان يعني في لها انعكاسات سلبيه على الكل، فقررنا نهاجر. فصارت يعني كانت يعني حظوظنا نحن انه كان بالسفر على استراليا باول 70، استني بتذكر بشهر اذار. نعم. بسنه 1970 سافرت انا ووالدي واختي، ويعني كانت هذه هنيك البدايه. شو كان عملك ضمن استراليا؟ انا لما رحت على استراليا يعني طبعا يعني سافرنا نحن نتيجه الظروف. نعم. فلما رحنا على استراليا كان الهدف الاساسي كانت انه مساعده الوالد ومساعده العائله. فانا لما وصلت على استراليا فقررت اني انا انه كنت يعني مرست باعمال وكملت دراستي بالدروس مسائية. نعم. دعمك لسوريا وانت بالمغترب شو هي شو كيف كان الدعم تبعك وقت كنت بالمغترب؟ لان احنا يعني سافرنا بس اساسا يعني قلوبنا بتضل يعني متعلقه بوطننا، ويعني دائما يعني كنا يعني متابعين حتى ولو كنا صح. دائما احنا بنقول المغترب ورغم كل الظروف المعيشيه اللي بتكون في بعض الاحيان ممتازه واكثر، ولكن بيبقى حنينه لهون. ففتره من فترات اليوم سوريا كانت بحاجتكم اكيد، فكيف كان شغلكم؟ يعني انتمائنا يعني لا غبار عليه. صحيح. يعني نحن يعني على طول يعني نحن بالاغتراب نتيجه الظروف، بس ولكن يعني قلبنا يعني دائما يعني هون بوطننا. وطبعا نحن كنا عم نتابع يعني كل الاشياء اللي عم تصير، ويعني ونتامل انه يكون يعني يكون كل شيء للافضل. بس دائما يعني بالنسبه يعني لي انا شخصيا يعني دائما يعني عندي يعني هاجس انه العوده والاستقرار بوطننا. ومثل ما عارفين كانت يعني مرت ظروف صعبه على 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 وطننا على بلدنا، بس يعني يعني مثل ما قلت انا سافرت بسن صغير وقضيت تقريبا يعني هلا قد ايه كانت مده الهجره؟ 52 سنة، لأن أنا سافرت بأول 70، يعني أنا بتذكر تاريخ 12 آذار 1970 لما سافرنا، فهذا التاريخ أنا ما يعني ما بنساه. بس ولكن مثل ما بقول طويلة أستاذ خليل، كيف أخذت قرار العودة؟ ومارست يعني عدة أعمال، يعني اشتغلنا بعدة أشياء. أنا يعني اشتغلت ب يعني أعمال يعني عادية بالأول لما كنت أنا عم تابع دراستي، بعدين التحقت بوظائف بالدولة منها البريد والمواصلات، بعدين بلشنا نحن بشركه صغيره يعني اسسناها هناك باستراليا استني بتذكر ب 1987، والحمد لله انه الشركه دي انطلقت وصار في عندها يعني فروعها بكل الولايات الاستراليه. بس يعني برجع بقول يعني دائما نحن عم نتابع اخبار بلدنا وعم نفكر نحن يعني شو فينا نقدم لوطننا ولبلدنا، ودائما نهاجس يعني مرات انا بعده مراحل، يعني مراحل مثلا عمل، وظائف، تجارة صغيرة، بعدين تجارة كبيرة لحتى يعني أسسنا شركة. وهلا من خلال يعني تقريبا ب 2006 يعني دعيت ومارست بالعمل السياسي، يعني لأنه نتيجة إنه نحن كان أخذين نحن كمان جوائز تقدير. نعم. من الحكومة الأسترالية باعتبار إنه نحن من المغتربين الناجحين، فيعني كمان معنا أوسمة
يعني هذه بنفتخر فيها نحن من عالم. نحن اكيد اليوم بنفتخر باي مغترب سوري بيقدر يحقق انجازاته، بنقول نحن دائما بنتمنى تكون هاي الانجازات داخل الوطن البلد الام سوريا، ولكن اكيد اليوم اسماء سوريين كثير حققوا انجازات على مستوى العالم. كانت عم تقول لك ليلى اليوم بعد 52 سنه يعني قرار كثير صحيح، بعد ما يعني اسست هنيك مثل ما حكيت اسست عمل واستقريت معيشيا، شو خطر على بالك ترجع؟ كيف اتخذت القرار؟ حبنا للوطن وانا يعني السنوات طويلة عشتها بالمغترب بس يعني كان عقلنا هون وتفكيرنا هون. فانا حبيت انه انا بعد يعني هلا صار عمري 68 سنه، فقلت انا بدي اختم حياتي ببلدي الام سوريا، وبدي يعني ساهم كمان يعني باي مشروع يعني بيخدم بلدي، بيخدم يعني بيخلق فرص عمل. فمن هالمنطلق يعني نحن كمان ونحن بالاغتراب يعني كنا عم دائما يعني كنا عم نبعث يعني مصاري. كان والدي كان معنا باستراليا بس اكيد اليوم طاعة. الدعم والدعم اللي كان من المغتربين للسوريين خلال سنوات الحرب كان يعني هو يد العون، يعني في ناس كثير كان اخوه اهلها اختها كانت اليوم واقفين جنب اهاليهم في سوريا. حتى كان في مغتربين اليوم اشتغلوا على موضوع الجمعيات الانسانيه المؤسسات الخيريه بموضوع الدعم. وقت بنقول عودي بعد 52 سنه وكانت بدافع انه انا حابب اكون ببلدي بعد هي السنوات، اليوم هذا الحب بحاجه لدعم، بحاجه لمشروع لنقدر اليوم نحن نساهم ان كان باقتصاد البلد ان كان بانشاء اي شيء داخل البلد. اليوم شو عندنا خطط، شو عندنا افكار جديده؟ هذه هي اللي كنت عم اقوله انه نحن من فتره تقريبا شيء 15 سنه او اكثر يعني كنا دائما عم نشتري اراضي بسوريا وعقلنا هون انه نحن دائما بزين العوده الى الى ربع الوطن. فهلا يعني نحن عندنا في منطقه بيت الجبل، في عندنا هلا صار عندنا مساحة حوالي 45,000 متر أو 45 دنم. شو بدك تشتغل عليهم؟ قررنا هلا إنه نعمل عليها منشأة سياحية وباشرنا فيها، بلشنا فيها يعني حصلنا على الترخيص بسنة 2021، بلشنا بالعمل السنة الماضية 2022، هلا يعني عملنا إنجاز كبير يعني تقريبا يعني فينا نقول أكثر من 60% صار البنى التحتية، بلشنا هي المنشأة السياحية. هذا هدفي أنا كان إنه أرجع على بلدي مشروع سياحي متطور يعني يلبي طموحاتنا وبنفس الوقت يحمل اسمنا واسم بلدنا. اكيد اليوم هذا المشروع السياحي رح يقدم دعم للاقتصاد، رح يكون احد دعائم الاقتصاد، وايضا اليوم توفير اليد العامله اليوم يعني بهذا المشروع بحاجه لاشخاص يكونوا كعالي ضمنه، يعني اكيد نحن اليوم توفير فرص عمل بالنهايه. اكيد هلا حاليا ونحن هلا مثل ما عم نشتغل هلا في عندنا ما بين 100-120 عامل هلا عم يشتغلوا من مهندسين ولا شيء يعني ولما بينتهي المشروع بعتقد الطاقه التشغيليه اللي حتكون ما بين 1000-1500 فرصه عمل. فانا يعني هذا هو اللي انا نحن مبسوطين انه نحن عم نساهم انه لما بنخلق فرص عمل. واكيد يعني اليوم الخبرات السوريه يعني كثير مهمه، يعني اليوم بانشاء اي مشروع سياحي عندنا خبرات وعندنا عقول مبدعه ان كان من المهندسين ان كان من حتى العاملين ديكور كذا، فبتلاقي انه بقلب المشروع اللمسات السوريه دائما موجوده. صحيح. لا اكيد وهذا هو نحن اللي وجدناه. نحن عندنا هلا يعني هلا حاليا في شيء حوالي 10 مهندسين وكلهم مهندسين يعني يعني متطورين يعني لانه تقريبا يعني تقريبا احنا قاعدين يعني تقريبا يعني عم يقروا افكاري انه انا مثلا شو اللي الاشياء اللي بدنا اياها. وكمان يعني عندنا كمان شركة هندسة بالشام كمان يعني هي عم تتولى كل الأشياء. إن شاء الله أكيد نتمنى قريبا نشوف مشروعك أبصر الضوء يعني ونشوفه من الأسماء الناجحة بدعم الاقتصاد السوري. لا إن شاء الله يعني بهالمناسبة يعني بدي أنا أتشكر الحياة وزير السياحة يعني قدم لنا كل الدعم، ومدير السياحة الأستاذ بسام عباس يعني كان معنا تقريبا من البداية، ويعني ما فيني اقول يعني بدي اتشكر على اكيد اليوم على المساعده وعلى الجهود والذي شيء الهدف مشترك يعني هدفنا خدمه بلدنا انه نطلع ب يعني صحيح. اليوم الوزارة أكيد قدمت كل التسهيلات لكل المغتربين والمستثمرين لإنجاح أي عمل اليوم عم يساهم برفع الاقتصاد الوطني. أستاذ خليل بعد ذكرت حضرتك انه كان عمرك 15 سنه وقت اغتربت، كيف لساتك محافظ على اللغه العربيه وبهي الروح بدون اي لحتى كنا بالمدرسه كنا بلبنان بس بتذكر انا بال69 كان في احداث بلبنان
انا هذه الشغله بدي اقولها، انا درست حتى بثانويه تلكلخ هون، لانه نتيجه الاحداث اللي كانت بلبنان بهذيك الفتره. طلعت درست حوالي 6 شهور واجتنا الفيزا بال70 وسافرت. وبعتقد يعني كمان متابعتنا، يعني الواحد لما بيكون صف تاسع وتركنا صف تاسع بيعتقد وحفظنا على اللغه. وبعدين الاغتراب زاد باستراليا، وتقريبا صارت العائلات كثرت، وعائلات يعني العربيه السوريه كانت سوريه لبنانيه، فحفظنا على اللغه. وعندنا هناك كمان مدارس عربيه للغه العربيه، مدارس بنهايه الاسبوع. اكيد وهذا الشيء عم يشجعه كمان للكل ان كمان يعلموا اولادهم ان اللغه العربيه هذه لغتنا الام. سيد خليل، بالختام كلمه من حضرتك لكل مغترب خارج سوريا اليوم، شو بتحب تقول عبر شاشه الاخباريه لكل مغترب اليوم عم يشوفك؟ انا بعتقد الشيء اللي انا عم اعمله ان شاء الله حيكون قدوه للكل، والكل حيشوفوه. نحن على تواصل، وانا يعني بدعيهم يعني، وبعتقد انا في كثير ناس عم يفكروا انه كمان يساهموا، انه يجوا على بلدهم كمان وقد ما فيهم يساهموا. بالنتيجه يعني هذا وطننا، واجبنا نحن انه يعني ما بنتخلى عنه، وهذا واجبنا. وان شاء الله حتشوفوا يعني من برا هالمشروع حتشوفوا مشاريع تانية كثيرة وكلها تانية بالتألق والنجاح بلدنا. بدنا نتشكر وجودك معنا الأستاذ خليل عيدي المغترب السوري، وبنتمنى من كل المغتربين السوريين اللي شافوا الأستاذ خليل يعني هذا مثال يرجعوا لبلدهم ويعملوا مشاريع تنمي هذا القطاع الاقتصادي بسوريا. بدي أقول لك شكرا أستاذ، ويعطيك ألف عافية، ونتمنى لك التوفيق لإلك ولكل مغترب سوري اليوم حابب يكون موجود.